طبعا يا جماعة، ده الجزء الثاني من افتتاح مزرعة نصر صبحي اللي فاتوا. طبعا الجزء الاولاني هنسيبه لكم في اول تعليق ان شاء الله، الرابط بتاعه. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وما تنسوش اللايك. الله ينور. رحت معانا، رحت مع زميلي. طبعا يا جماعة، احنا بنفكركم بالفيديو اللي فات. يلا بينا. احنا النهاردة في مزرعة نصر صبحي في المعدية، تمام؟ صلى على النبي. جيب لك بالجا يا بندي. سمك بسنان اهو مسك. تحية لأخويا عاشور، أخويا حمدي العربي، أخويا محمد إسماعيل. يلا نصيده. مين يا جماعة لسه ما عملش لايك يا جماعة؟ التقويسة. ده فيديو التقويسة. بنمسي على مين؟ على أخونا ماجد حسن، عم صابر الحضراوي، عماد زيداء. يلا بينا بقى. مش راضية تظهر ليه؟ كبيرة بس. إن شاء الله. صلى على النبي. أبو سنان ده. إيه؟ أبو سنان. أبو سنان. مؤاخذة ماشي. أبو سنان الجميل. يا جدعان اللايك يا جماعة، اللايك الحلو يا جماعة، اللايك الحلو. أحلى أبو خالد ده ولا إيه؟ إيه ولا إيه؟ مولعها النهاردة. لقطة متزوجة. أيوة شفتها. قاعدة يا جماعة، دي المزرعة. أيوة. الناس دول هم معاهم مرمى ما شاء الله. قاعدة عائلية حلوة. كده يا مستر. ماشي. طبعا يا جماعه عشان تفهموا بس الفكره بتاعت المزرعه دي، الناس دي طبعا بتسافر وبتروح وبتيجي وعم تصرف مصروف كبير خالص عشان متعه صيد السمك. فهو ساعات بيسافر، يعني هو بيبقى اجازته يوم في الاسبوع، بيسافر مره اسبوع تظبط معاه وعشرة لا، فبيريح دماغه هنا، بيجي هنا بيصطاد وبيتمتع وبياخد متعته من صيد السمك، وفي نفس الوقت بيحاسب على السمك اكنه صرف في الرحله البعيده اللي هو بيسافر بيها. دي الفكره اللي هنا، زائد ان المياه هنا مالحه، فجوده السمكه محترمه. جوده السمكه هنا كويسه، مش شرط هنا عند اسم الراجل ده، احنا بنتكلم في المزارع نفسها اللي هي واخده من الملاحات. تحياتي ليكم يا جماعه، ما تنسوش اللايك بعد اذنكم ان شاء الله. مع العلم ان الصيد في اي مكان طبعا محتاج حرفه الصياد، يعني المحترف مش هياخد زي الغشيم في كميه السمك. وفي رحلات صيد يا جماعه بتوصل ل 150 جنيه مواصلاتها بس. مع من عيد الكلام تاني، سعر البولتي 30 جنيه، سعر البوري 50 جنيه، المكان هنا أسري 100%. فيلتين همت في الجنب بعض. صلى على النبي. على مهلك، على مهلك أبو يحيى. كده في غلط، في حاجة غلط. كده على مهلك أبو خالد. صلى على النبي. في صيادين طبعا، في صيادين كتير رايحه دماغها خالص من مصروف المواصلات، وبتيجي هنا تقضي يومها هي واهلها، ساعات هم لوحدهم، ويصطاد وياخد السمكتين ويروح بيهم. طبعا يا جماعه، في اسره هنا، يعني الصيد مش مقتصر على الرجاله بس، واحد هو جايب اسرته، ابنه، الناس بتاعته، مكان عائلي.
حد عايز اسره او عائلات وكده. هي لسه شغاله معانا. احنا بالنسبه لنا احنا لسه دايرين الشويه دول. احنا هنا من الصبح في ناس عبت ومشت وفي ناس ما خدتش سمك، ويعني عشان برضو ايه اللي يجي يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي هنا، ما يفكرش ان هو مصطاد في مزرعه هيرمي هيطلع سمك. تمام يا جماعه. بس ما شاء الله عم ابو خالد واخد سمك، بس ما دارش بدري. هنشوفه دلوقتي. واحده من اول. بسم الله. الفيلا في المنتصف اهي، شايفينها بتاخد اهي. ابو خالد اهو ما شاء الله جايب وحوش 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 النيل دي. الف هنا يا ابو خلودة. صلى على النبي يا عم ابو خالد. تقويسه فين الحلوه؟ بسم الله ما شاء الله. ده مبطرخ ده ولا ايه؟ الصلاة على النبي. بتاخد السمك من الباب بس الفلتين كده معايا انا. ماشي. انا باخد السمك من قدامك. يعني ايه احنا بنقوم بالبوق؟ المرمى ده اللي صابر. الفلتين معايا. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. الله ينور. بس مباشر ده ابو خلود اهوت مولع الدنيا. قشطه عليك يا حجاج. السمك ده بالمتر مش بال. ما شاء الله. طبعا كان في كميه صيادين لا يحصى عددها، بس احنا ما عرفناش نركز في معاهم ونصورهم عشان نوري لكم العدد بتاعهم. ايه يا مصطفى؟ طبعا ابو خالد يا جماعه ايه بيخدم طيب معانا. شوفها كده اوتوماتيك ولا ايه؟ بحته حلوه هي ملطوشه. نتايه حلوه وضيعها. احلى ابو خالد ده ولا ايه؟ هي افتراضي؟ يمكن دي تكون الختام يا جماعه. سيبالك تتدلع ايه؟ والعود مقوس وايه؟ بترفرف. اه قال لي يلا يا عم. لا هو بيقول لك على مهلك يا حاج فكرك يعني مش ايه مش طبعا دي اسره تانية جايب الاولاد الصغيرين دول يتعلموا الصيد. بسم الله ما شاء الله ضربوا سمك حلو خالص يا رجاله. عايز اصور الشباب الصغير ده. الشباب الطيب يا شباب. ازيكم عاملين ايه؟ اسمك ايه؟ بجد؟ انت اللي خدت السمكه دي صح؟ اسمك عمر. انت اللي خدت السمكه الثانيه؟ بسم الله ما شاء الله. استاذنا ازي حضرتك عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ان شاء الله يكون جميل. اخينا صورت والله. طبعا يا جماعه ان شاء الله دي نهايه الفيديو. اتمنى تكونوا قضيتوا معانا وقت كويس مع احلى ناس واحلى رجاله. رجاله بخوص. عايزين نتعرف بقى على الاسم. حبيبي محمد يا باشا لو سليمان بخوص. احلى يوم استاذ محمد المنسي. ابو خالد الناس الطيبه معانا عشان نختم الفيديو بيكم ان شاء الله. معاك ابو مريم حبيبي احلى ابو مريم. محمد عبد الله. واحلى يوم
وربنا يديم المعروف كده ونتقابلوا صدفه تاني باذن الله. على واحلى صدفه باذن الله. اشوفكم دايما على خير باذن الله. كان معاكم اخوكم سامح الخوالقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.